ورجعنا لكم مرة أخرى ومعانا طبعاً في لقائنا الخاص كابتن هشام حنفي، وعرفنا منه تفاصيل وطقوس كتير جداً لي في شهر رمضان الكريم. نروح بقى للكورة، ونروح بقى ل يعني ذكريات الكورة، وإزاي كابتن هشام حنفي كان بيسيب النادي الأهلي، وإزاي أصلاً ارتدى قميص فريق تاني غير فريق النادي الأهلي. كل حواديت كتير هنعرفها منه. كابتن هشام كلمنا بقى، نتكلم كورة بقى، كلمنا عن البدايات، يعني حبيت الكورة ازاي وبدأت من انهي منطقة، يعني كلمنا عن البداية بشكل عام. يعني الحمد لله في ناس كتير جدا عارفة البدايات، لكن هنقولها تاني طبعا، لان انا بدأت في نادي الصيد انا وحازم امام واحمد عبد الله ويحيى نبيل، بس يحيى نبيل كان اكبر مننا. بدأنا في فريق النادي، ان احنا نادي اجتماعي، فبنروح النادي ويك اند بنلعب كورة، بنلعب راكت، بنلعب فولي بول، بنلعب باسكت، اللي هو اي حاجه احنا دايسين، خميس جمعه سبت، ننزل حمام الساحه مع بعض، بنخرج مع بعض، كل الطقوس دي كنا يعني بنعيشها في النادي، بس طبعا كان معظم الوقت لينا الكوره. فلما بدا نادي السويد يعمل فريق كوره قدمنا. اول واحد اكتشفنا طبعا رحمه الله عليه، ده علم في نادي السويد وعلم في منطقه الجيزه، وكل المدربين سواء في الاهلي او في الزمالك يعرفوه، الناس الكبار طبعا، كابتن مصطفى ابو جبل. كابتن مصطفى ابو جبل ده واحد من اهم الناس اللي جت في تاريخ الكوره في نادي الصيد، وهو ده اللي بدا المشروع، ان يبقى في النادي ولاد بتلعب كوره من اول براعم لغايه الفريق الاول. فمن هنا بدات الفكره، فبدات على اولاد النادي، لازم يبقى اولاد النادي هم اللي بيلعبوا مش من بره، ما كانش في حاجه اسمها عضو رياضي غير زي النادي الاهلي او الزمالك اللي هم دول انديه رياضيه. فبدات من هنا الفكره ان احنا اوكي نقدم ونلعب ونشوف ايه الماتشات وبتاع والكلام دوت. فبدانا دخلنا في الفرقه واحنا عندنا 9 سنين 10 سنين، لعبنا دوري منطقه الجيزه، واول مشاركه لينا حصلنا على دوري منطقه الجيزه، وده كانت بالنسبه لنا اعجاز وانجاز كبير، لان كان دوري منطقه الجيزه كان قوي جدا. فكسبناه وحصلنا على البطوله، وده كان صعب، وان احنا كنا بنلعب 11، يعني حتى احنا ما اتعلمناش ايه زي دلوقتي انك بتبداي خماسي خمسة مثلا خمسه وجول، بعد كده السنه ثاني سنه 6 وجول 7 8 لغايه 11. بدانا على 11 على طول، فده كان بالنسبه لنا احنا بنلعب 11 في مكان يعني كانت صعبه جدا ان احنا نفهم يعني ايه اوفسايد، نفهم يعني ايه علينا او لينا. بنلعب كوره، ولكن من متابعتنا للكوره، وطبعا حازم عشان والده الكابتن حماده امام طبعا رحمه الله عليه، فكنا بنفهم شويه، يعني كنا احنا فاهمين غير ولاد النادي اللي هم بيجايين يلعبوا معانا بيكملوا الفرقه مش فاهمين قوي يعني. فمن هنا عملنا اسم. لما عملنا الاسم ده بقينا نلعب بقى ماتشات وديه مع الزمالك مع الاهلي، فالناس شافتنا. فانا بطبيعتي اهلاوي من صغري، لان انا والدي كان بيلعب كوره في شارع الدخان. انت ذكرت 2 زملكاويه، فانت جدا ويحيى نبيل ثلاثة زملكاويه، فانا الوحيد اللي كنت اهلاوي في الفرقه. انا ومحمد ابو شقه طبعا المحامي الكبير دلوقتي طبعا يعني هو اهلاوي جدا يعني، وكان نفسه يكمل معانا في الكوره، بس هو ما كملش عشان دخل بقى في المحاماه بقى عشان والده طبعا يعني. فمن هنا بدانا نتعرف. نادي الصيد كان عامل توأمة مع نادي الزمالك، ان ممكن لو في حد تشاف ممكن يلعب في نادي الزمالك يعني. انا راجل اهلاوي، فانا اول واحد يعني الناس قالوا عايزين يشوفوا حنفي، فقلت لهم ماشي حاضر ومش حاضر طب لا خليني هنا. ورحت انا رايح اختبرت في النادي الاهلي عن طريق الاختبارات الحمد لله.